حنا كنرحبوا بكل تجارب كل نساء المغرب باختلاف الاعمار والتجارب، وكل وحده فيكم الا وعندها ما تعطينا وما تعطي لبلادها. فهاد الاسبوع حنايا فرحانين لاننا اليوم كنستضيفوا فيه واحد السيده مغربيه اللي هي كتعكس مجموعه ديال السيدات المغربيات اللي بداو المشاريع ديالهم في اطار المقاولات الصغرى والمتوسطه. وهذا حنا كنعرفوا على انه مجال اللي الحمد لله بزاف العيالات في المغرب قدروا يحققوا من خلاله الاستقلاليه والاستقرار الاسر ديالهم. ضيفتنا ايضا هي نشطه وفاعله جمعويه، غادي نتعرفوا عليها اليوم اكثر وغادي تعطينا الشهوه ديالها ونعطوا الشهوات ديالكم. الهام الغطا، صباح الخير. صباح الخير سناء، لاباس عليك؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا في حديث مغزل مع سناء الزعيم. شكرا لك على تلبيتك للدعوه. كنشكركم على هذه الاستضافه، وبمناسبه اليوم العالمي للمراه كنختم الفرصه باش نقدم لكم تحيه والتحيه كاع المستمعات الافاضل. الله يبارك فيك إلهام. إلهام انتي تبارك الله عليك مازال شابة، وبغيت نقول على أنه الأفكار ماشي هي اللي ناقصة، ولكن الأفكار ما خليتيها جاي مشدودة في شي بلاصة، يعني خليتها تخرج. هذاك الشيء اللي كان خاصة تخرج باش تتبان الوجود، وباش الناس يشوفوا بأن النساء تقدر تكون نساء بسيطات وتبارك الله عليهم عندهم أفكار وعندهم يعني عندهم أفكار جديدة اللي تقدر تساهم في المجتمع وكذلك في الاقتصاد ديال البلاد. مي كنتكلموا على المقاولات، شكون هما العيالات اللي ممكن اليوم يديروا مقاولات من رأيك؟ انا بالنسبه ليا ما عنديش اختيارات للنساء، كل النساء اللي حملت مقاولات واللي عندها افكار واللي عندها يعني افكار جديده تقدر دير مقاوله، واللي عندها شي صناعه تقدر دير مقاوله كذلك تقدر دير مقاوله. وفي هذا الصدد كاين النساء اللي مثلا اللي كتقدر دير مقاوله صغيره في الدار في النسيج في الصناعه التقليديه ديالنا. دونك يعني كاينين النساء تبارك الله عليهم، ماشي الافكار اللي ناقصه، خاصهم غير التشجيع. يلا لالا فهمتي على انه الموضوع كيهمك، والمقاوله الصغرى ماشي ولا المتوسطه ماشي شي حاجه اللي بعيده عليك، كتقدر تهمك وتهم جارتك وتهم صاحبتك. الهام غدا تختاريتي لنا الشهيوات الكرعه الحمراء، عزيزه عليك هذه الخضره بزاف وخا هي حمراء. وهي حمراء عزيزه عليا بزاف، لانه حنا في المجتمع المغربي كاع النساء تقريبا كلهم كيستعملوها اكثريه في الكسكسو، الا ما كانش الكرعه الحمراء في الكسكسو راه ما كاينش الكسكسو. وانا يا في الكسكسو خصوصا تناكل غير الكرعه الحمراء، ولكن مع قلت خاصها تكون من غير الكسكسو نقدروا نستعملوها في حوايج اخرين، ولهذا انا كنستعملها كزعلوك وكشلاطه. يلا حتى انت لالا عطينا الشهيوات ديالك ديال الكرعه الحمراء، كيفاش كتستعمليها وكتبدعي فيها لكل اسره ديالك وفي الكوزينه ديالك؟ وكنذكر بانه على ديك الكوزينه المسابقه ديالنا مازال مستمره على اصوات، وكنعاودوا نجهدكم دعوه الا بغيتوا تربحوا مطبخ القيمه ديالو 2 مليون ديال السنتيم. يكفي على انكم تبعثوا لنا برسائل اس ام اس على الرقم 5577، واللي طبعا الثمن ديالها 6 دراهم باحتساب الرسوم. وبغيت نقول لكم على انه السؤال ديال الاسبوع مازال مستمر، فجاوبوا عليه بكثره ومره وجوج وثلاثه علاش لا، باش ان شاء الله تكثر الفرص ديالك بالفوز بهذا المطبخ اللي كنذكر على اننا كنكتشفوا كل اسبوع شكون اللي كيربح فيه بسحب القرعه نهار الاثنين في البرنامج.